معنا من دبي الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع أيمن عيتاني. أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن. لماذا قرر تيك توك دخول السباق مع تطبيقات الموسيقى الشهيرة؟ ويعني ما هي هذه الخاصية الجديدة؟ هلا يارا، تيك توك اليوم عم بتنافس انستغرام ويوتيوب وفيسبوك وغيرها، وكمان خارج هول عم بتنافس مع نتفليكس وديزني بلس، بتنافس التلفزيون والالعاب الالكترونيه، لانه نحن عم بيكون وقتنا واهتمامنا عم نقضيه بقلب تيك توك اكثر بكثير من غير منصات، والهدف كله هو اهتمامنا ووقتنا اللي نحن نعطيه، وتيك توك هلا عم تستحوذ على القسم الاكبر منه. وبخصوص الموسيقى، اليوم الاكتشاف الاغاني الموسيقيه الجديده عم تكون عن طريق تيك توك والفيديوهات على تيك توك. فمن زمان كنا نحضر، يعني كنا نسمع الموسيقى يا على الراديو او كان في يعني منصات خصوصيه للموسيقى على التلفزيون. هلا اكتشاف الموسيقى عم بيكون عن طريق تيك توك، والاغنيه اللي عم تنتشر عن طريق تيك توك عم بتكون يعني كثير ناس عم تحبها، وعم بيروحوا على مؤسسات مثل سبوتيفاي او يوتيوب او انغامي او غيرها ليسمعوها. فتيك توك هلا بهيدي الخطوه اللي عم يصير هو بدل ما تروحوا عند غيرنا، ما نحن عم تاخذوا الموسيقى من عندنا، بتروحوا على تيك توك ميوزك يعني. نعم، طيب يعني بنعرف انه من اهم العوامل لتطبيق موسيقي ناجح هي المكتبات الموسيقيه. هل برايك رح يقدر تيك توك يعني يعمل هيدي المكتبات بشكل متنوع للمستخدمين؟ هلا هني كمكتبات، يعني اذا تيك توك او انستغرام او سبوتيفاي او غيرها، بالاخر ملكها ما عم يكون لهيدي المؤسسه، عم يكون ملكها لمؤسسات مثل سوني وي ام اي وغيرها، اللي هن يعني حصريا هن لهم هيدي الموسيقى، وهن بيعطوا رخصه لتيك توك وغيرها ليستعملوها، وتيك توك وغيرها بيدفعوا رسوم استعمال لهيدي المؤسسات اللي تملك هيدي الموسيقى. والناس عم تستخدم الموسيقى عم تسمعها على طريق سبوتيفاي وتيك توك وغيرها، فهيدي المكاتب ملك غير تيك توك وسبوتيفاي وغيرها، بس عم يكون استعمالها من ضمن تيك توك، وعم يكون تيك توك ريادي بهذا الموضوع، لانه مثلا باخر كم سنه مئات من الاغاني صارت مهمه كثير لانه سمعوا فيها الناس على تيك توك، مشان هيك صار في اهتمام كثير كبير فيها، لما تيك توك ما سمعوا فيها بهالقوه. طيب هل برايك هذه الخطوه ستكون خطوه ناجحه؟ هلا هن طلبوا اسم تيك توك ميوزك، وفي عندهم تفاصيل معينه، بس هن ما اعلنوا رسميا عن خدمات معينه حتكون موجوده، بس هي الفكره الاساسيه يا رب كلهم بدهم يانا نقضي وقت ضمن المنصه. خلينا ناخذ بفيسبوك، يعني فيسبوك هن بيملكوا فيسبوك تطبيق الازرق وانستغرام وواتساب، يعني تركي انستغرام فيسبوك الازرق ما في مشكله، تركي روحي على واتساب ما في مشكله طالما انت ضمن العائله. فتيك توك نفس الشيء، اذا عندها تيك توك ميوزك فانت لما تركتي تيك توك الفيديو ورحتي على تبع الموسيقى ما في مشكله، من الجيبه للجيبه ما عندنا مشكله طالما انت ضمن عالمنا، عالم تيك توك. طيب لماذا تيك توك اليوم اتخذت يعني هيدي الخطوه بهذا الوقت بظل كل الضجه اللي اثارها هذا التطبيق بعدد من البلدان، يعني بالاضافه للمشاكل الصينيه الامريكيه؟ تيك توك طاح شو لقدام، قد ما عم نحكي بالاعلام عنهم والمشاكل اللي عم بتصير، وفي ايام بيحكوا بيحضروا وهيك، طاح شو لقدام ما عم تطلع بحدا، وحتى نجاحهم هيك لدرجه انه انستغرام عم تاخد خطوات من تيك توك، يوتيوب عم تاخد خطوات من تيك توك، سناب شات، يعني كله عم بياخذوا شو هالنجاح الباهي اللي عم ينعمل فيه، يلي هو المضمون عم يكون فيه، وطريقه الاكتشاف، يعني حيلا حدا بيفتح تيك توك عنده ساعه ساعه ونص بيختفوا، بس فات على التطبيق وطلع على راسه بتلاقي انه قطع ساعة ونص، قد ما الاستحواذ والمضمون والانتشار للمضمون عم بيكون يعني أساسي ومهم وناجح. طيب اليوم إذا بدنا نحكي عن التطبيقات المشهورة بمجال الموسيقى، يعني ما هي التطبيقات التي يسعى تيك توك إلى مزاحمتها؟ هلا هن كتار عالميا، الاساسيات هن سبوتيفاي عالميا، بالمنطقه العربيه عندك انغامي، في ديزر وفي ساوند كلاود وغيرها، بس الاساس الناجح عالميا عم بيكون سبوتيفاي. عم نحكي بالبلدان العربيه وخارج البلدان العربيه، واكيد بالبلدان العربيه انغامي من انجح التطبيقات يعني. وهو اساسه تيك توك، بده نتاكد نحن نضل ضمن هيدي العائله، فعم بيكون هيدا النوع الموسيقى موجوده، بنضلنا نحن من ضمن عالم تيك توك، فبيقدر ينافس، لانه هلا اليوم مثلا في برنامج على نتفليكس شيء ما خصه ابدا اسمه سترينجر ثينجز، مرق اغنيه
في يلي انشهر كثير، يلي هو من انجح الاغاني. تيك توك كثير ساعد فيها، وبتلاقي على سبوتيفاي انه في استعمال هائل عليه، والغنيه عمرها فوق 20 سنه من ايامي انا يعني. ف منشان هيك هالنجاح اللي عم نشوفه، النجاح الباهر، عم بتقدر تيك توك بدها تطبقه ويضل ضمن عالم ليلى، يروحوا على غير عالم. خلص تركوا عنا، نحن حبيتوا الاغنيه تعالوا اسمعوا عنا. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي أيمن عيتاني، كنت معنا من دبي.